السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع المصارع، وما زلنا بنصارع الشيطان في كل خطواته وفي كل مكائده اللي عايز يوصلنا لشر كبير جدا، وإن شاء الله هننتصر عليه وهنكون إحنا المصارعين وهنكون فعلا إحنا المنتصرين عليه بإذن الله، لأننا بنستعين بالله ومشيين خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان من ضمن مكائد الشيطان إن هو نفسه ذكي جدا، بدأ يقسم فتنته على المسلمين لحاجتين: فتنة شبهات وفتنة شهوات. وهو عارف إن فتنة الشهوات دي فتنة بسيطة جدا لأنها بتنقضي بانقضاء الشهوة، أما فتنة الشبهة بتستمر فترة كبيرة، وخصوصا لو كانت شبهة في مسألة العقيدة فبتأثر على إيمان العبد. وبدأ الشيطان يستعمل بعض شياطين الإنس في أنهم يثيروا بعض الشبهات اللي تشكك بعض المسلمين في دينهم أو تضعف إيمان بعض الناس. وبدأ بعض الشباب بكل أسف، مع أن الأصل هو عدم الاستشراف للفتنة لا تتمنوا لقاء العدو، يعني إنما بعض الشباب بكل أسف بدأوا يخشوا على بعض مواقع النت اللي بتسب في الإسلام واللي بتثير الشبهات والشكوك حول الإسلام، وبدأ يتفرج على بعض القنوات اللي فيها بعض الناس بيسبوا في الإسلام ويسبوا في نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم، وبدأوا يسمعوا شبهات، بعضهم من باب حب الاستطلاع وبعضهم من باب انه يعرف ايه اللي بيحصل بالظبط. وبدأت الشكوك تتسرب لبعض قلوب الشباب بكل أسف، ويرجع في النهاية يسأل: يا عم الشيخ ربنا يكرمك، الحقنا، ده فلان بيقول وفلان بيعيد، هو الكلام ده صحيح ولا مش صحيح؟ بنقول ان النبي عليه الصلاة والسلام شبه الإسلام ده بالصراط المستقيم اللي على جنبه اليمين وجنبه الشمال أسوار، والأسوار ديت فيها أبواب، والأبواب ديت عليها سطور رقيقة جدا، فلما تيجي تفتح الستارة هتنتهك محارم الله. ولذلك واعظ الإنسان في قلب المؤمن بيقول له: ويحك لا تفتحه، اوعى تفتح الأبواب ديت، إنك إن تفتحه تلجه. أحيانا بيبقى بعض الشباب بيقول: بس مجرد بس أشوف هم بيقولوا إيه، مجرد بس يعني ايه سماع فقط، فيتأثر بهذا الكلام لانه ما عندوش خلفية ايمانية، ما عندوش بنية ايمانية قوية، فبيتأثر وممكن عياذا بالله ينجرف الى هذه الفتن العظيمة. احنا مش هنرد غير على شبهتين، لانه الشبهتين دولت كانوا اكبر شبهتين اتوجهوا للاسلام والمسلمين. هنرد بكل عزة وبكل شموخ وبكل رحمة بفضل الله سبحانه وتعالى. الشبهة الاولى بتقول ان الاسلام ده كله دين عنف وارهاب، وان الاسلام ده لم ينتشر الا بحد السيف، وكل الكلام ده كلام كذب في كذب. إسلامنا دين الرحمة، إسلامنا دين عالمي. أول آية في كتاب الله: الحمد لله رب العالمين، مش رب المسلمين بس. آخر سورة في كتاب الله: قل أعوذ برب الناس، مش رب المسلمين بس. سبحان الله، حبيبنا صلى الله عليه وسلم قال عنه جل وعلا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هو نفسه قال: وخالق الناس، مش وخالق المسلمين، قال: وخالق الناس بخلق حسن، بأبي هو وأمي ونفسي وروحي، صلى الله عليه وسلم. تعالوا نشوف إحصائية بسيطة كده قبل ما نكمل كلامنا، ونشوف هل فعلا الإسلام انتشر بحد السيف. عدد القتلى اللي اتقتلوا من المسلمين ومن غير المسلمين في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كانوا قد ايه؟ تخيل، هتسمع كلام فعلا هتلاقي الموضوع خطير جدا. تخيل حضرتك ان عدد القتلى من سنة 2 هجرية لسنة 9 هجرية، اللي هي فترة الغزوات والسرايا كلها تقريبا، كان عدد القتلى 1017 واحد، 1018 واحد، منهم 259 مسلم ومنهم 759 كافر. تخيل حضرتك المجمل كله من المسلمين والمشركين 1018. تعال نشوف بقى الأمم الكافرة لما تمكنت من بعضها وتمكنت من بعض الأمم سواء المسلمة أو الكافرة عملوا إيه وقتلوا مقتلة قد إيه. أنا هذكر حربين بس: حرب عالمية أولى، حرب عالمية تانية. الحرب العالمية الأولى كان عدد المصابين فقط 14 مليون. حضرتك متخيل الرقم 14 مليون مصاب؟ أمال عدد القتلى قد ايه؟ 7 مليون قتيل في حرب واحدة، حرب عالمية أولى. حرب العالمية الثانية كان عدد المصابين، تخيل عدد رقم لا يخطر على قلب بشر، دولة كاملة 41 مليون مصاب، 41 مليون مصاب، وعدد القتلى 8.5 مليون. يجي إيه الرقم ده كله جنب رقم 1018 فقط في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ فلا يمكن يكون الإسلام انتشر بحد السيف أبدا، وإنما انتشر بالرحمة وبالمودة والحنان بفضل الله سبحانه وتعالى.
تعالوا نشوف حال النبي صلى الله عليه وسلم. النبي في مش هقول لك في السلم في الحرب كان بيتعامل ازاي مع المشركين. كان اذا امر سريه، الحديث تخريجه صح، حقك طبعا لازم تعرف تخريج الحديث، حديث رواه مسلم ان النبي كان اذا امر رجلا على سريه بعته عشان يحارب كان يقول لهم اغزوا بسم الله وفي سبيل الله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا، ولا تغدروا ده احنا رايحين نحارب كفار ومشركين، ما تغدروش، هو حد يغدر ابدا، ولا تغدروا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا طفلا وريدا ولا امراه ولا شيخا كبيرا ولا تعكروا صفو ماء ولا تقتلوا كذا ولا. سبحان الملك، كل ده في الحرب، امال في السلام بقى يعمل ايه صلى الله عليه وسلم؟ تخيل ان النبي نفسه صلى الله عليه وسلم اتعرض لتسع محاولات اغتيال قتل. تخيل حضرتك لو انت مكان النبي صلى الله عليه وسلم وعرفت ان فلان ده كان جاي مخصوص عشان يقتلك، بالله عليك هتعمل فيه ايه؟ لو ربنا مكنك منه هتعمل فيه ايه؟ تخيل حضرتك ان النبي لم يحاول ان يرد على واحد منهم ولا حاول ان يقتل حد رغم ان ربنا مكنه منهم، ورغم ذلك لم يقتل واحدا منهم ابدا صلى الله عليه وسلم. وهذكر لك محاولتين في عجاله سريعه كده. كان في واحد اسمه ثمامة بن اثال، كان رجل مشرك وكان رايح يعتمر في مكه ويلبي يعني تلبيه المشركين، وهو ماشي في الطريق يعني الصحابة أسروه فأخذوه إلى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وربطوه في سارية، هم مش عارفين هو مين. دخل عليه النبي عليه الصلاة والسلام قال ماذا عندك يا ثمامة؟ قال عندي خير يا محمد، إن تقتل تقتل ذا ذمن، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن تريد المال فسل تعطى منه ما شئت. فقال لا نريد شيئا. ثم قال للصحابة أطلقوا ثمامة، ألا تعلمون من هذا؟ قالوا من يا رسول الله؟ قال هذا ثمامة سيد أهل اليمامة، وأهل اليمامة أو منطقة اليمامة دي كانت تعتبر كالريف بالنسبة لمكة، هم اللي بيجونهم الأكل والشرب والقمح ولغير ذلك والفكهة، كل ده كان بيأتي من اليمامة، وكان ثمامة سيد أهل اليمامة. عد عليه النبي يوم أولاني واليوم التالي يوم الثالث، وفي ثلاث أيام هو مربوط في المسجد عشان يشوف حال النبي وخشوع النبي والصحابة وبكاءهم من خشية الله وصلاتهم وقرآنهم وذكرهم لله. فتأثر ثمامة، قالوا النبي في اليوم الثالث ماذا عندك يا ثمامة؟ عندي خير يا محمد، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن تريد المال فسل تعطى منه ما شئت. قال لا نريد شيئا، أطلقوا ثمامة. سبحان الله، وقبلها في اول يوم قال لهم اكرموا ثمامة، كلهم كانوا بيقدموا الاكل والشرب ويعملوا معاه كل خير مع انه ايه جاي يقتل النبي صلى الله عليه واله وسلم. مش جاي يقتل النبي بس، ده ثمامة ده يا جماعه حاول يقتل النبي ثلاث مرات، تخيلوا. ورغم ذلك قال اطلقوا ثمامة. ثمامة كان عايز يسلم بس خاف ان حد يقول ان هو خايف من ايه، من النبي عليه الصلاه والسلام والصحابه، فعشان كده اسلم. فراح بعيد واغتسل ورجع مرة تانية وقال والله يا محمد ما كان من دين أبغض إلي من دينك، فقد أصبح دينك أحب الدين كله إلي، وما كان من بلد أبغض إلي من بلدك، فقد أصبح بلدك أحب البلاد كلها إلي، وما كان من وجه أبغض إلي من وجهك، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه كلها إلي. ثم يعني خرج ثمامة بن أثال ودخل مكة ملبيا، فكان أول مسلم يدخل مكة ملبيا، رآه المشركون فضربوه لأنه يلبي تلبية المسلمين. فقال والله لأمنعن عنكم الميرة، والله مش هيوصلكم أكل إلا إذا أذن فيها الرسول صلى الله عليه وسلم. وجهدت قريش حتى أكلت العلهز، الوبر بتاع الإبل كانوا بيخلطوه بالدم ويشوه على النار ويأكلوه، وهم مين؟ وهم كانوا مرفهين جدا. فأرسلوا إلى نهر الرحمة وينبوع الحنان، قالوا له يا محمد نناشدك أو ننشدك الله والرحم إلا أمرت ثمامة أن يخلي بيننا وبين الميرة، وأمره يجيب لنا الأكل لأن احنا خلاص هنموت. فإذا بالحبيب المصطفى الذي لا ينتقم أبدا ولا يغضب لنفسه أبدا، كان ممكن يقول دول بهدلونا وطردونا من مكة وقتلوا فينا وعملوا فينا، ورغم ذلك لم يفعل ذلك، وإنما أرسل إلى ثمامة وقال خلي بينهم وبين الميرة. فقال ثمامة أما إذ أذن النبي لأرسلن إليكم الميرة. ده موقف جميل من موقف النبي. موقف تاني بسرعة كده، كان واحد اسمه عمير بن وهب وواحد اسمه صفوان بن أمية، بعد غزوة بدر وبعد قتل 70 من صناديد الشرك والوثنية لما ترموا في القريب، وإذا بصفوان يقول والله ما في العيش خير بعد قتل القريب، بعد العتاولة بتوع المشركين ما تقتلوا احنا عايشين ليه؟ فقال له عمير والله لولا دين علي لا أستطيع له قضاء وعيال أخشى عليهم الضيعة لذهبت الآن وقتلت محمدا. قال له خلاص دينك ديني هدفعه لك أنا وعيالك عيالي، فاذهب الآن واقتل محمدا. عمير راح واخد السيف بتاعه وحطه على النار لحد ما حمي وحطه في السم عشان يقتل به النبي، وراح للنبي عليه السلام، وكان معاه بقى فرصة ان هو ايه
ان هو هيروح وهيقول اصلا ابني ماسور من غزوه بدر، فانا جاي عشان ادفع الفداء لو اتقبض عليه. وفعلا اتقبض عليه، قبض عليه عمر بن الخطاب ودخل بيه على النبي عليه السلام. قال: ماذا عندك يا عمير؟ قال: ما جئت الا من اجل فكاك اسير. قال: لا، بل جلست انت وصفوان بن اميه في الحجر وقلت له كذا وقال لك كذا، وتريد الان ان تقتلني والله حائل بيني وبينك يا عمير. فقال عمير: والله ما اخبرك بذلك الا الله، فاشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله. واذا بنهر الرحمه صلى الله عليه وسلم يقول: اطلقوا له اسيره وفقهوه في دين الله. يا سلام. ويرجع عمير بن وهب داعيا إلى الله سبحانه وتعالى، وهو اللي كان رايح عشان يقتل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أشياء لا تخطر على قلب بشر، زينب بنت الحارث اليهودية اللي حطت السم للنبي في ذراع الشاة بعد غزوة خيبر وأكل النبي، ورغم ذلك لم ينتقم منها ولم يقتص منها إلا حينما مات الصحابي الذي أكل من نفس الطعام فمات فأخذها قصاصا. ولكن النبي لم ينتقم لنفسه قط، بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. وصحره لبيد بن الأعصم اليهودي ولم ينتقم منه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يعلم أسماء المنافقين ومن لها لحذيفة بن اليمان، ورغم ذلك لم يأمر بقتلهم أبدا. ولما أشار بعض الصحابة أنهم يقتلون قال: لا، إني أخشى أن يتحدث العرب أن محمدا يقتل أصحابه صلى الله عليه وسلم. تعالوا نكمل صفحات الرحمة، ولكن بعد الفاصل. صلى على حبيبك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وشفيعنا وأسوتنا وقدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجعنا لكم بعد الفاصل حوالين الشبهة اللي بتقول إن الإسلام انتشر بحد السيف. الإسلام عمره ما انتشر إلا بالرحمة بفضل الله سبحانه وتعالى وبالأخلاق الجميلة اللي تعلمناها من حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر أشير عليه بقتل الأسرى أو فدائهم فاختار فدائهم. النبي صلى الله عليه وسلم طرد من مكة وهو يبكي ودموعه على وجنتيه ويقول: والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله، وإنك لأحب بلاد الله إلى رسول الله، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما خرجت. يوضع سلى الجزور على ظهري ويرمى التراب فوق رأسي ويتهم في عرضي وتدبر ضده 9 مؤامرات صلى الله عليه وسلم لقتله، ويفعل به كل هذا ويرجع مرة أخرى مكة فاتحا منتصرا قويا صلى الله عليه وسلم، ويقول للمشركين وهم في موقف يعني لا يحسدون عليه، يقول: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. فكان كريما صلى الله عليه وسلم، فيقول: فاذهبوا فأنتم الطلقاء. في يوم من الأيام اقترض النبي صلى الله عليه وسلم 20 صاعا من تمر من رجل يهودي وهو حبر من أحبار اليهود اسمه زيد بن سعنة. قالوا الرجل قبل موعد أداء الأمانة، يعني لو النبي خدهم منه في شهر رجب وقال له هسدهم في شهر رمضان، الرجل راح له في شهر شعبان، فراح له قبلها بشهر تقريبا. فقال: يا محمد، أنتم بنو عبد المطلب قوم مطلم في الأداء، دايما بتمطلوا وتتعبونا، فأدي ما عليك يا محمد. عمر بن الخطاب واقف جنبيه فشهر السيف وقال: أتقول هذا يا عدو الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أرى وأسمع؟ والله لولا أني أخشى غضب رسول الله لأطحت بعنقك. وإذا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: يا عمر، ما أردنا منك ذلك. قال: ما أردت مني يا رسول الله؟ قال: أردت منك أن تأمرني بحسن الأداء وأن تأمره بحسن الطلب. كنت تقول لي أدي ما عليك يا رسول الله، وتقول لي إزاي للرجل ده، تقول له يعني أطلب بأدب. فإذا بالحبيب المصطفى يقول: يا عمر، اذهب بهذا الرجل إلى بيت المسلمين وإلى بيت مال المسلمين وأعطيه 20 صاعا من تمر اللي هو الدين اللي علينا، وزده 20 صاعا جزاء ما روعته، لأن أنت خضيته وتعبته. فماشي عمر بن الخطاب مع هذا الرجل وهو لا يعرفه، فقال له الرجل اللي هو زيد بن سعنة: ألا تعرفني يا عمر؟ قال: لا، من أنت؟ قال: أنا زيد بن سعنة. قال: خيبك الله، أنت حبر اليهود؟ قال: أجل. قال: ما الذي حملك أن تصنع هذا مع رسول الله؟ قال: يا عمر، والله لقد قرأت صفة النبي في التوراة فرأيت كل شيء إلا أمرين أردت أن أستوثق منهما. علمت أنه لا يزيده أن حلمه علمت أن حلمه يغلب جهله وأنه لا يزيده شدة الجهل عليه إلا حلما. أما وأني قد رأيتهما يا عمر فأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. مواقف عجيبة جدا بنقول للدنيا كلها، والدنيا كلها سمعانا وشايفانا، والكون ده كله سمعنا وشايفنا. وأتمنى إن شاء الله تكون الحلقات مترجمة عشان الناس تفهم كلامنا. حبيبنا صلى الله عليه وسلم والحديث رواه البخاري، راح زار غلام يهودي عشان مريض، راح يزوره صلى الله عليه وسلم وعرض عليه الإسلام وقال له: أسلم يا غلام،
فنظر الغلام إلى أبيه، أبو برضو يهودي، فنظر إليه هو خائف، فقال أبوه أطع أبا القاسم، فأسلم الغلام وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. فيخرج النبي وهو يبتسم ويمسح على لحيته ويقول الحمد لله الذي أنقذه من نار جهنم. تمر جنازة أمام النبي عليه السلام، جنازة رجل يهودي، فيقول جنازة من هذا؟ فيكون رجل يهودي مات بأقصى المدينة. فبكى النبي فقالوا يا رسول الله إنه رجل يهودي، قال أليست نفسا؟ وفي رواية نفس تفلتت مني إلى نار جهنم. كان نفسي أنه قبل ما يموت أنه يسلم علشان يخش الجنة. قد إيه النبي فعلا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. ورث أصحاب هذه الرحمة، ورث التابعون أيضا هذه الرحمة. وأذكر موقف من أعجب المواقف التي تذكر في التاريخ الإسلامي عشان تعرفوا عظمة الدين ده، وعشان تفتخروا يا شباب وتفتخروا يا أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إن ديننا والله عمره ما انتشر لا بحد السيف ولا بالعنف ولا بالإرهاب، وإنما انتشر بالرحمة وبالخلق بفضل الله سبحانه وتعالى. تجار المسلمين اللي كانوا بينشروا الإسلام في كل مكان بأخلاقهم ومعاملتهم وصدقهم وأمانتهم، يعني كان شيء عجيب جدا. أذكر موقف عجيب جدا، عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد رضي الله عنه وأرضاه. عمر بن عبد العزيز في يوم من الأيام أرسل قتيبة بن مسلم ليفتح بلاد سمرقند، وأنتم عارفين أن النبي سن لنا إذا دخلنا بلدا كافرا رقم واحد نعرض عليهم الإسلام، لو رفضوا يبقى الجزية، رقم ثلاثة ما رضيوش لا بالإسلام ولا بالجزية يبقى الحرب، ولا تبدأوهم حتى يبدأوكم. شفت الرحمة؟ مفيش غدر، لا تغدروا، مفيش غدر خالص. فإذا بقتيبة بن مسلم لما راح لأهل سمرقند لقى المدينة ديت أهلها أقوياء جدا، فباغتهم ودخل عليهم فجأة من غير ما يعرض عليهم لا الإسلام ولا الجزية، ودخل واحتل المدينة. فلما احتل المدينة واحد من أهل سمرقند سمع عن إن الإسلام ما بيأمرش بكده، سمع إن نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم بيأمرهم الأول يعرضوا الإسلام ثم الجزية ثم القتال، إنما الرجل ده دخل من غير ما يتدرج في هذه المسألة. فقالوا طب خلاص تروح لأمير المؤمنين وتعرض عليه المسألة ديت لعل وعسى يشوف لنا حل. فأرسلوا رجلا إلى عمر بن عبد العزيز في المدينة. وصل المدينة، فين أمير المؤمنين؟ القصر بتاعه فين؟ قال له ملوش قصر. فين العمارة بتاعته؟ ما فيش عمارة. فين؟ قالوا له في الكوخ اللي هناك دوت، هتلاقيه موجود هناك. راح لقى واحد أعزكم الله حاطط تراب كده على مية وعامل طمي وعمال بيليس البيت بتاعه لأن كان فيه شكوك حصلت فيه. فرجع وهو مكسوف قوي، فقال للراجل يا أخي أردت منك أن ترسلني لأمير المؤمنين، أرسلتني إلى رجل طيان شغال في الطين؟ فقال له والله هو أمير المؤمنين. فمش مصدق نفسه فرح له، قال أنت أمير المؤمنين؟ قال أجل. قال إني مبعوث من أهل سمرقند، حصل كذا كذا كذا، وقتيبة بن مسلم دخل من غير ما يعرض علينا الإسلام ولا حاجة. فغسل إيديه عمر بن عبد العزيز وجاب ورقة وراح كاتب عليها من أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز إلى قتيبة بن مسلم، إذا وصلتك رسالتي فعين قاضين يحكم في هذه المسألة. الرجل قال معقولة يعني الورقة دي هي اللي هتغير الموضوع؟ يا عم قطعها يا عم. وبعدين ما أنا لو قطعتها مش هيصدقوا أن أنا رحت. أقول لك خليها معايا. قبل ما يوصل سمرقند كان قتيبة بن مسلم كان مات وعينه قائد غير قتيبة بن مسلم، لكن لما وصل اداله الورقة فعين قاضيا. فالقاضي قال فعلا النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرنا بذلك، على طول قرار نهائي ان الجيش كله بعد ما احتل البلاد وتمكن من سمرقند يخرج مرة تانية بره سمرقند ويبدأ يعرض عليهم الإسلام. فخرج الجيش، عمرك سمعت عن جيش بيحتل دولة؟ يا جماعة الخير يا مسلمين ويا غير المسلمين اسمعوا الكلام دوت، عمرك سمعتوا عن جيش احتل دولة ثم خرج منها؟ خرج الجيش كله وبدأوا بعد ما خرجوا يعرضوا الإسلام صافيا نقيا طاهرا على هؤلاء. فلما رأوا عظمة الإسلام أسلم أهل سمرقند، أو أسلم أكثر أهل سمرقند، ودخلوا في دين الله سبحانه وتعالى. أخوي وحبيبي عشان تعرف قد إيه عظمة الإسلام وإن الدين لم ينتشر لا بحد السيف ولا الإرهاب، تعال نشوف حرمة الدماء في ظل هذا الدين العظيم. شريعة الإسلام جاءت بحفظ الضروريات الخمس: الدين والنفس والمال والعرض والعقل. خد بالك النفس المعصومة اللي ربنا عصمها من القتل نوعين، نفس مسلمة لا يحل ان انت تقتل مسلم الا في ثلاث حالات. ايه هما؟ وضحها النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري ومسلم: لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث. ما ينفعش مسلم في الدنيا دي يتقتل إلا بحاجة من الثلاثة دولت: النفس بالنفس، قتل واحد يقتل بس مش من خلال الثأر، لا من خلال ولي الأمر هو الذي يعين من يأخذ بهذا الحق.
طيب يبقى النفس بالنفس. وبعدين والثيب الزاني، الزاني اللي هو ايه؟ اللي هو المحصن، تمام؟ والتارك لدينه المفارق للجماعه اللي هو ارتد عن الاسلام، الثلاثه دول بس يقتلوا يا جماعه. اما النوع الثاني من انفس المعصومه، أنفس المعاهدين وأهل الذمة والمستأمنين من غير المسلمين، ناس ما هماش مسلمين لكن عايشين في بلادنا، أهل ذمة يدفعوا الجزية، عايشين مستأمنين أو واخدين عهد أمان. من ضمن عهد الأمان أو عقد الأمان في العصر الحديث إن واحد يخش بلاد المسلمين وهو كافر وياخد تأشيرة دخول البلاد دي، ده بيسموه عقد أمان أو عهد أمان. اسمع لحبيبك صلى الله عليه وسلم ماذا يقول كما عند البخاري، قال: من قتل معاهدا، واحد اديته عهد امان، مجرد فقط ان انت اديته عهد امان ان يخش البلد دي ويكون امن ما يحصلوش حاجه، من قتل معاهدا لم يرح رائحه الجنه، مش هيشم ريحه الجنه، وان ريحها لا يوجد من مسيره 40 سنه. النبي بيقول اللي يقتل واحد كافر لكن مديله عهد، يعني لو جيت لواحد كافر وقلت له انا اديتك الامان أو اديتك العهد والأمان وقتلته بعد ذلك، لن أشم رائحة الجنة، رائحة الجنة. خد بالك. طب عقد الأمان من حق مين؟ من حق أي حد، حاكم أو محكوم، وضيع أو شريف، غني أو فقير، وزير أو غفير، رئيس أو مرؤوس، من حق أي حد يعطي لأي حد عقد الأمان. تخيل، قال صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود بسند صحيح: المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم. وفي البخاري ومسلم أن أم هانئ بنت أبي طالب أمنت رجلا من المشركين فقالت: يا رسول الله، إن ابن أخي، زعم ابن أمي اللي هو علي بن أبي طالب أنه قاتل رجلا قد أمنت رجل مشرك، فقال: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. واختم بحديث في غاية الإعجاز رواه البخاري في التاريخ بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أمن رجلا على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا. يا لها من عظمة. بنهدي الكلام دوت للكون ده كله، بنقول له هو ده ديننا وهو ده إسلامنا، عمره ما أمر بالقتل ولا بالسلب ولا بالسرقة، عمره ما انتشر بحد السيف وإنما انتشر بحد الرحمة وبالأخلاق بفضل الله سبحانه وتعالى. ده فضل من ربنا علينا، اللهم لك الحمد على هذه النعمة العظيمة. أسأل الله عز وجل أن يغفر ذنوبنا، أستر عيوبنا، تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، فك أسرنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، يسر على الصراط مرورنا، استرنا فوق الأرض وتحت الأرض، ويوم العرض عليك اسقنا من حوض النبي محمد شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عايشين سنين العمر نتصارع من دوامات الدنيا والشوارع.